منذ إعلان إدارة نادي الأهلي عن التعاقد مع اليوناني غروس، بدأ الإعلام الأهلاوي والجماهير الأهلاوية في التفاؤل بما سيقدمه، خصوصا بعد المستويات الجميلة التي كان يقدمها مع بازل السويسري. لكن سرعان ما بدأت الأقلام الأهلاوية في مهاجمته بعد خسارته للدوري الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر، إضافة لخسارة كأس ولي العهد هذا الموسم أمام الهلال. وقتها لم تقدم كتيبة غروس أي أداء رائع، إضافة لتراجع مستوى الفريق في آسيا وتلقيه 3 خسائر متتالية وعدم ضمان صدارة دوري الجميل التي تذهب وتعود كل جولة. لكن وبدون أي مقدمات تغير حال الفريق تكتيكيا ونفسيا، وكسب غروس ثقة الإدارة والجماهير والإعلام، حيث استطاع في فترة وجيزة أن يغير شكل الفريق، فحقق انتصارا مهما في آسيا جعله يعيد الأمل من جديد في التأهل للدور القادم قبل أن يحسم لقب الدور الغائب عن خزائن النادي لأكثر من 34 عاما، عندما انتصر على الهلال في جدة 3 أهداف مقابل 1 وسط أداء رائع وكبير من نجوم الأهلي. مع هذه النشوة الكبيرة واصل غروس العمل وأعد العدة لنصف نهائي كأس الملك، حيث واصل انتصاره على الهلال هذه المرة في الرياض 3 أهداف مقابل 2 ليصل الفريق للنهائي الكبير. وتسديدة حلوة، الثالث بيفاجئهم ماركينيو، والثالث بتسديدة. بعد كل هذه الانتصارات والنتائج الكبيرة انتصر غروس وأثبت للجميع بأنه مدرب من فئة الكبار، وبكل تأكيد سيكون ضالة الأهلي في قادم السنوات.